دورة التصميم التجاري والإعلاني، مدرب المهارات معاذ الشحمي. خليك معي في هذه الدورة وتابعنا فيديو فيديو، وراح تلاقي كل الفائدة والمتعة بدورة التصميم التجاري والإعلاني. يلا نبدأ الدورة. رح نيجي كمان بالمقدمات قبل ما نبلش بالأمثلة والتطبيقات. مقدمات مهمة بالتصميم التجاري والإعلاني. نيجي للتكسير بالطباعة، داي كات، موضوع مهم جدا بالطباعة، داي كات. طبعا في عندي مواقع مشهورة، في عندي موقع هذا اسمه تيمبليت ميكر، هذا الموقع لقيته انه يعني بيعطيك، بيوفر عليك الوقت وعناء التصميم. موقع جميل صراحة، يعني هو مثلا هذا البوكس هدية، شايف بيعطيك تيك فلاب، بيوزع لك اياه، ثم بول، الكلو فلاب، العرض والارتفاع والعمق. طبعا وانت كمان تعطيه المقاسات اللي بدك اياها، مثلا بالسنتي الوحدات، كمان الميلي، سنتي، انش، سنتي، مثلا العمق بدك اياه مثلا 50 سنتي، العرض 40 سنتي، والارتفاع 60 سنتي، وتقول له كرييت، بينشئ لك الملف اللي عملته للمربع هاد. بعدين انت شو بتساوي؟ بتشيله وبتحطه ب، شايف، تقسيم جاهز للتصميم مباشرة. انت شو بتساوي هون؟ بتشيله هذا الملف وبتعمل، بتحفظه على جهازك. وشو بتساوي؟ بتحطه بالإلستريتر أو بالفوتوشوب، يعني أنت شو متمرس، أو بيعطيك مجالات بدك SVG أو PDF إلى آخره. طبعا هون شو بتعمل؟ خلينا بلاد نعمل Open. هاي مثلا العلبة رح نيجي لها قدام بتصميم العلب. إذا هون شو بيعطيك هذا الموقع؟ بيوفر عليك جهود كبيرة بمجال بالسكتش الأولي، يعني شايف هاي العلبة جاهزة، ما عليك إلا إنك تبلش مباشرة تصميم. داي كات اللي تكلمنا عنه، نرجع للداي كات. داي كات هون المبدعين، الكريتيف، البروفيشنال، مصممين البروفيشنال بيتعاملوا مع الداي كات. داي كات شو بيسوي؟ مثلا هون شايف هذا المثلث، بتقصه بمكان معين، تحته لما تسكره بيعطيك شعار، مثلا الشركة، شعار البروشور اللي انت عم تصممه. طبعا الداي كات بيعطي جمالية للتصاميم تبعك. يعني هون مثلا هاد لما نطبق الكرتونة، مثلا هذا الجنب اللي على اليسار بدك اياه شفاف، مثلا يعرض لك الكراتين اللي جوا، مثلا شاي، علبة شاي الى اخره، بتعمل داي كات، بتقص بمكان معين. يعني هون مثلا بدك تعمل قص هون بالمكان هاد، تعمل كمان، خلينا نكبر شوي، بحيث شو بدك تدير بالك بالداي كات، انك ما تكتب شيء او ما تيجي لهذا المكان تحط فيه تصميم او كتابة او اي شيء، هذا راح ينقص بالطباعة. فبتدير بالك من هذا الموضوع. يعني مثلا هون هذا الموضوع ممكن تغير هيك، مثلا تعطيه شوية حركات، ممكن تلعب بالكيرف تبعه. اوكي، ممكن تعطيه كيرف انحناء. يعني الداي كات شيء جمالي انت بتعمله بناء على الشيء اللي بدك تشتغله فيه. يعني مثلا هاد هيك،
هذا المكان بدك تدير بالك ما تصمم فيه شيء، ما تكتب فيه شيء بتصميمك، فبالتالي لما ينقص ما راح يأثر على تصميمك. هاي مثلا الكرتونة هاي لما نطبقها، فهذا الجنب مثلا على اليمين او على اليسار يعني الوجه الجانبي للبوكس راح يكون مقصوص من هون، ببين لك محتويات الصندوق. طبعا داي كات موضوع مهم بالطباعة بالتصميم التجاري والإعلاني. في عندي موضوع البصمة بالطباعة أو الجولد فويل. البصمة هو إنه الشيء التصميم اللي أنت عملته بعد ما طبعت التصميم الأولاني، بدك تعمل شيء يلمع مثلا من فوق، أو تعمل طبعة ذهبية مثلا أو شيء لمع من فوق، هذا الشيء بيسموه البصمة بالطباعة. خليني أحذف هذا الشيء. مثلا عندي هذا الشكل، بدي أعمل بصمة بالطباعة. مثلا عندي، خليني أكتب شيء معين، مثلا هذا الشيء، البصمة اللي عم نتكلم عنه الموضوع. طبعا البصمة او بالكفراج او خلينا نغير اللون بس. بالبصمة او بالكفراج او بأي شيء من انواع الطباعة الجمالية، نفس المبدأ راح تطبقه، اللي هو شو؟ بتبعت للمطبعة تصميمك بدون الشيء اللي بدك تعمل له بصمة. يعني هذا مثلا تحذف، هذا راح شو يساوي؟ يطبع لك التصميم الأولي بهذا الشكل، راح يطبعه بهذا الشكل. مثلا خليني أعطيه لون خلفية، مثلا فبالتالي هو شو سوى؟ طبع لي بطبع اول شيء بتبعث له النسخة بدون او التصميم بدون شو؟ بدون البصمة، يعني بدون الشيء اللي بدك تعمل له بصمة. هون مثلا خلينا نعطيه لون معين، عشان توضح الفكرة. هون مثلا هيك بتبعث له شو؟ بتبعث له التصميم بدون الشيء، بتحذف هذا، بتبعث له التصميم بدون الشيء اللي بدك تعمله بصمة. بعدين بالوجه الثاني شو بتعمل؟ بتبعث له التصميم بس للبصمة بدون شيء غير البصمة، فبالتالي بيعمل وجه ثاني على الطباعة. طبعا شو هون بدك تدير بالك انه يكون بنفس المكان، يعني ما بدك تخربط بالمواضع تبع التصميم. تبعت له نسخة للطباعة للبصمة ونسخة بدون البصمة، نسخة عادية يعني. طبعا هذا الشيء بيتعاملوا فيه بتصاميم كرياتيف. لان هذا موضوع البصمة. الكفراج هو مو من فوق من تحت، نفس المبدأ تماما، بس انه شو مو من فوق من تحت، بيعمل لك حفر
بالتصميم تبعك، سواء بزنس كارد او البروشور او اي شيء بتستخدمه. كفراج نفس المبدأ تماما، بس هون شو الكفراج؟ يعني مثلا هون شايف هذا البزنس كارد على لون الخلفية نفسه ما بيعمل فيه شيء، الكفراج على لون الخلفية نفسه. يعني هون مثلا هاد هذا الشيء هون انت ما بتغير فيه، ليش؟ لانه على لون الخلفية نفسه. يعني ما طبعا ممكن تعطيه لون ثاني حسب انت شو التصميم اللي بدك تعمله. يعني هون مثلا هاد، بس خليني انسخ اللون. اوكي، مثلا هاد اعطيته لون الخلفية او بدون لون. اوكي، فبالتالي شو صار هون؟ صار على لون الخلفية. ممكن بعض الحالات انك شو تعمل له ستروك، يعني مثلا تعطيه شو حدود، شايف؟ فبالتالي لما يعني هو بمبدأ البيفل، البيفل بالديزاين بالتصميم بالفوتوشوب، البيفل تأثير البيفل. هو شو سوا، شايف؟ بتعطيه نسخة، اول شيء بتبعث له هذا التصميم بيطبعه طبعة عادية ما فيها اي مشكلة. بعدين شو، بتشيل التصميم كله بس بتخلي له نفس المبدأ اللي تكلمنا عنه بالبصمة، بتخلي له شو بس يلي هي شو الكفراج. فبالتالي شو بصير، طبعا هون هذا بس خليني اشيل له التعبئة، بلا تعبئة نفس العملية. هون لما نشيل ونخلي بس تبع الكفراج، فبالتالي هو شو بيسوي؟ بيطبع لك كفراج للشيء اللي انت بدك تعمل له بروز مثلا بالكرت الشخصي او غيره. هذا هو مبدأ الكفراج. او الامبوس، بيقولوا له امبوس كمان.